خلينا نبدأ بقى أول أخبارنا، وزي ما هنقول كده يعني صباح السوبر. النهاردة كل جماهير نادينا العظيم منتظرة بالليل اللقاء يعني المهم جدا، البطولة زي ما احنا قلنا السوبر المصري مع نادي طلائع الجيش. الماتش أكيد ماتش السوبر ده هو مؤجل زي ما احنا عارفين من الموسم اللي فات، وده نتيجة أكيد ضغط برضو جدول الدوري في السنتين اللي فاتوا اللي احنا شاهدناه، واللي اتمنى يعني ما يكملش معانا أكيد في المستقبل. بس النادي الأهلي هو زي ما احنا عارفين حامل لقب بطولة الدوري الموسم قبل الماضي، نفس الأمر بنتكلم على كأس مصر. نادي طلائع الجيش كمان لو هنتكلم على الصعيد الآخر أو الكفة الثانية هو وصيف لقب بطولة كأس مصر، وكان المفروض كمان اللقاء ده يقام كان أول الموسم اللي فات، لكن احنا يعني اللي يهمنا دلوقتي إن التتويج يكون يعني اول بقى باول كمان لقب في الموسم الجديد، ودي حاجه اكيد هتبقى بدايه مبشره جدا، وهنتكلم بكل التفاصيل اكيد في الفقره الثانيه الخاصه يعني مع كابتن عادل تايم. مفيش ذره شك في ان هيكون شيء لطيف جدا جدا ان احنا نستهل كاهلاويه هذا الموسم بهذه البطوله وبهذا اللقب، لان الحقيقه كلمه حق لازم تتقال، يعني خلينا نكون صراحه مع نفسنا ومع بعضنا، رغم الفوز الغالي بالبطوله الافريقيه مرتين ورا بعض، ورغم النجاح العظيم في مونديال الانديه والتاهل للمونديال القادم وحلم مواجهه تشيلسي بعد ما لعبنا مع البايرن، كل ده هايل جدا عظيم جدا، لكن الحقيقه برضو ما نقدرش ننكر ان جمهورنا عنده يعني ايه شويه زعل كده بسبب خساره بطوله الدوري العام. طبعا دي بطوله محببه جدا 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 عند الاهلاويه من قديم الازل. شوف حضراتكم احنا قعدنا نرصلكم كده البطولات اللي الاهلي حصل عليها في خلال سنه او يمكن اقل كمان، لكن كله كوم وبطوله الدوري كوم تاني. بطبيعه الحال يعني لازم بقى يعني ايه ناخد بالنا ان يعني جماهير النادي الاهلي مستنيه كتير، يعني جماهير النادي الاهلي مستنيه كتير الفتره اللي جايه ان شاء الله، لان زي ما كنت بقول لكم مساله فقدان الدوري نتج عنها غصه، يعني غصه في الحلق زي ما بيقولوا كده بالتعبير الدارج، لكن طبعا جمهورنا عنده يعني الحق في هذا الامر. لعيبه النادي الاهلي على مدار التاريخ عودونا الحقيقه على الفوز في كل البطولات والعدد سنوات طويل وفارق غير قابل للمنافسه مع اي فريق تاني، عشان كده مهم جدا ان احنا النهارده نحقق الفوز ونتوج باول لقب في الموسم عشان عوده ثقه المكسب بالبطولات مره ثانيه عند اللعيبه وعند الجماهير. صح، انا بتفق معاك وان شاء الله ده يحصل ويتم يا كريم. وتماشيًا بقى هنا مع اجواء الاحتفال يعني العظيمه اللي كانت في ملعب مختار التلتش بالنجمه العاشره اللي كل العالم حقيقي شافها يعني، ولازم يعقبها هنا على طول بنتكلم فرحه بقى ببطوله غاليه، وعايزين نقول ان فرقه طلائع الجيش كمان يعني اكيد فرقه محترمه جدا وفرقه تقيله مش هنتكلم غير كده، ومعها مدير فني بصراحه على مستوى فني عالي جدا. ولو تفتكروا حضراتكم يعني كانت فريق طلائع الجيش تحديدا كان احد اسباب خساره الدوري بعد التعادل السلبي اللي حصل طبعا يعني في ملعب الجيش بالسويس، عشان كده لازم احنا بنتكلم يعني نيجي يقول لك يا كريم الماتش ده سهل، الماتش ده مضمون، الماتش ده في ايدينا، لا لازم نتوخى الحذر. واحنا متاكدين على الصعيد برضو بتاعنا ان لعيبه الاهلي وجهازهم الفني على قدر المسؤوليه تماما، لكن احنا بنتكلم برضو في فرقه يعني مش سهله، واتكلمنا امبارح يمكن برضو مع ضيفنا في بعض المستجدات اللي طارئه على فكره هنا طلائع الجيش انه عندهم 12 صفقه جديده، ربما البعض بيرى ان ده لصالحهم او اللي ضدهم حسب يعني حسب كل واحد وتفسيره، يقول لك اللي صالحهم بالعكس ده علشان الفريق الاخر او تحديدا الاهلي مش هيبقى عارف يعني طبيعه اللعيبه ومش عارف بالظبط بيلعبوا ازاي واول مواجهه ما بينهم، وعلى الصعيد الثاني بيقول لك بالعكس 12 صفقه حتى لو لعب منهم سته انت برضو عندك هنا مشكله في الانسجام ما بين الفريق نفسه، فربما تكون لصالح او لضد كل واحد بيحلل حسب يعني، لكن في الاول وفي الاخر عايزين مباراه حلوه ان شاء الله برضو النهايه تكون افضل. ادينا هنتفرج وهنشوف ايه اللي هيحصل ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين. هو كل اللي يعني على كل الاحوال احنا لغايه دلوقتي 11 لقب سوبر، والنهارده باذن الرحمن هيكون اللقب رقم 12.